3 سنوات عقاب زي ما بيقولوا، 2 وباء والحرب الأوكرانية، إزاي حصل وقدرت الدولة المصرية شغل خطة التنمية هذه المعدلات؟ لأن دي تشكل حاجة محتاجة تفسير. العالم بيقف كتير جدا، المشاريع بتقف، لكن إحنا ماشيين بنكمل كده. شوف، أنا هقول لك على حاجة. الأزمة اللي موجودة فيها، سواء كانت كورونا أو الأزمة الأخرى، هي أزمة طاحنة للكل، وإحنا من ضمن الكل. إحنا ضمن الكل. الدولة بتحاول بقدر الإمكان إنها السلع الأساسية تبقى أولا متوفرة وسعرها ما يتحركش كتير. أنا عايز أقول لكم على حاجة، الدولة المصرية بتبذل جهد كبير جدا جدا في التشغيل عشان كل مواطن شغال في المشروعات دي يلاقي فلوس اخر الشهر او اخر اليوم يرجع بيها بيته. انا عندي 20 مليون بني ادم شغالين في القطاع الخاص، او 30 مليون ولا كام؟ احنا القطاع الخاص دلوقتي يعني انا النهارده لو جيت النهارده عملت انكماش شديد في الدوله المصريه وقلت ان انا حد سلعه تموينيه زياده شويه مثلا، ده قد يكون ده تصور ممكن يتعمل، ده تصور مؤقت ما يبنيش دوله. لا، لازم يبقى لك نفق فكري كامل عن الدولة المصرية وظروفها ومستقبلها. اتفضل.